اللهم إني أعوذ بك من الشرك والنفاق وسوء الأخلاق والمنظلم بالمال والأهل والولد. اللهم إني أسألك الجنة. اللهم إني أسألك رضاك والجنة. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وأعوذ بك من المحيا والممات يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب العالمين. يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. يا الله أنت قلت في كتابك ورحمتي كل شيء نحن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمين. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Enough to say Bismillah Allahu Akbar.